انا مدرب مثلا مثلا ما كاين معايا تشعل تسعود مشلين ما جاوش لا 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 تدريب لا مدرب كل شيء لا لا اله الا الله وصافي. زياش اخويا ما كيعطيش مع المغرب صراحه ما كيعطيش. خصهم يجيو للميليتير العسكر. والله العظيم كون جانا في بلاصه شي وحدين نقرع عليهم الراس ديالهم كاملين. السلام عليكم. انا المغاربه كيلعبوا بهذيك اللعبه ديال بوك صاحبي بوك صاحبي ما خداماش. انا كنشوف زنيشي خاصو يحبس خاصو يلعب احسن من بونو بزاف. علاش ما كاينش بونو؟ اش يقولوا لي بانون اما احسن ولا كوستا؟ انا ما فهمتش والو في هذا المنتخب. بوك صاحبي بوك صاحبي اللي جا كيلعب اللي جا كيلعب وكاينين اللعابه يعني كل عام غير باللعابه ديال البطوله عندنا غنمشيو بعيد وكيجي لك العام ما عرفتش ما فهمتش والو انا اخو والله ما فهمت شي حاجه. زياش ماشي كواري كواري عادي جدا جدا جدا. المغاربه كيبقاو داوين زياش ناري عندنا شي كيم ناسيونال من الدور الاول قلت لهم انا المغرب ما عندوش منتخب وما عندوش اتاكون وخوا هضر على حمد الله حمد الله ماشي انزاكي ولا كريسبو ولا باتيستوتا لاعب عادي تا هو جدا على البيلاتي كان متولي كواري كيبان لك متولي مش كواري كيبان لك راه كواري زعما ما عندناش فريق ما عندناش فريق وطني كانت اللعبه ديال الوداد ديال الرجاء هذه اللي بوحدي كيعرفوا شي دوشه بالعربيه وباغي ندو كوب افريقي يبغي شي منتخب كيموت على كيموت على التونه بحال المصريين كيموت على التونه الروح الوطنيه هذا ما زيدش في المغرب ما كيعرف المغرب اش فيه ما كاين شي مليون ديال البشر كتسنى هو ضرب بيلاتي عادي على بالوش علاش كيتسناش راه شي فقير بقاو ذا اللي باغي يفرح كيدار بيلانسي كيدير الحناك وهاو كيضحك عادي اذا هادشي ما كيتحاسبوش اللعاب عاد تسقي بيلانسي مره اخرى مابقاش عيط لي ولا نهار عندو ما يدير لهم رونا ولا كرون ترينر دا كوب دافريك مع زامبيا مع كوت ديفوار خاصنا خاص شي حاجه ناقصه في المنتخب الروح الوطنيه ما كايناش شي واحد كيموت على الترابو ما كاينش دريم كيعرقوش ودابا اللي كيلعبوا كوره اذا فخر اللي كيلعبوا اللي كيتسخروا المدربين ونعم السيو ودري المؤدب حنا كنا كواري وما لعبناش كره علاش حيت كنا حارين شكرا خويا كلشي زياش ولا كلشي منو لا فوش زياش ملي كيتحمل مسؤوليه هاد الخساره والله حرمنا من هذا والله عندنا لقب دابا صافي بقينا كنتسينوا دابا امتى 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 بزاف والله تحرمنا زياش والله كلشي منه هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو وهاد المباراه اللي كنخسروها هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو هو زياش بكره مزيان وسوء الحظ ما كاينش ما تنتمناو ليهم حظ موفق و فريق زياش زياش قدم اكفس مباراه ديال خاصو ما يبقاش يجي للمنتخب الصراحه وكنتمناو يجيو شي دراري اللي قدموا الاضافه للمنتخب الوطن هادشي راه بزاف دابا راه كنعيشوا هادشي راه بزاف اخو والله ما تخوا اسمونا مردونا صاحبي حنا اش غنقول لك المنتخب ما والو هذاك ولا الدراري والدراري ولا البطوله غيديروا شي حاجه دابا دين واحد شبعان لاقا ما كي خايف على رجلو حشومه هادي بيلانتي 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 ديال من بيلانتي ديال بوصوفا هذاك السيد بزاف كاين جوج من بداو هما هما اللي لاعبين بوصوفا المرابط غامسيس هذاك هو اللي عنده ما يقول بوصوفا بيلانتي ديالو اول حاجه الكره اخلاق احترم الكابيتان وعطيه بيلانتي يلعبوا وتياش اخويا المردود اللي كيقدموا مع الاياكس ما كيقدمش حتى 20% منه مع المغرب والو هو اليوم اللي خرج على المنتخب من الاخر حنا بغينا اللعابه ديال البطوله الوطنيه ديما في اخر ديما ويدي الكره هي دي ديما الفريق اللي كيلعب مزيان كيخسر اش بالك بزياش زياش الاداء ديالو ما بانش الصراحه من الماتشات الاولين ولكن ماشي مشكل راه كانت مبعطره المغرب زقل بزاف زقل غتستقبل زقل بزاف زياش طلع مع شي بي كون ركز غير شويه غادي نكون ولكن معليش كره هي هادي كتلعب بزاف وغتستقبل ضيعتي غتمحن هادي باينه كيف كيقول رونا زياش لعب مزيان غا هو في بعض الاحيان ما سمعت وشوف الضغط عليه تما كاين الله اعلم انا نلعب شامبيونز ليغ مع اوروبا وهادي ما بيان سي ما نلعبش مزيان مرتاحش لو كنت شي يقدر يدير شي حاجه مزيان منتخب بيني انا كان كلشي حاقر راه الفريق صعيب شويه نرجع عليهم الله نلعب على المرتدات وكيبقى المنتخب لعب زياش كيبقى لاعب كبير ما الكره ما فهمتش ما كانش في نهار هذا هو الكره ضروري من واحد رايح واحد خاس هذا هو الكره نحن قاعدين ديما مغارب
لا عندها منتخب في المستوى، ولكن المستوى اللي كنا ننتظروا منه ماشي هو هذا، كان بان مستوى اخر ومستوى زوين، وشرف بصراحة شرف بينا قدام الدول العربية والدول الاخرى، ولكن دماج مكملش داك الشيء اللي بغينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا